سيد ممثل وزير الداخلية المحترم، سيد قائد شرطة المحافظة، الأخ قائم مقام تكريت، الإخوان الضباط، جميع الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لمديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية افتتاح هذه البناية وهذا الصرح الكبير. بالتأكيد هناك اهتمام كبير من قبل الحكومة في قضية المخدرات التي أصبحت تهدد حياة المواطن العراقي بشكل كبير جدا، أكثر من التهديد الإرهابي. طويت صفحة الإرهاب وبقت شرادم هاربة في الوديان والجبال والصحارى ولا يشكلون أي خطر على الدولة العراقية. واليوم تصدت الحكومة العراقية ووزارة الداخلية المتمثلة بوزارة الداخلية لآفة المخدرات التي بدأت تفتك بمجتمعنا العراقي. ويعني نلاحظ وتلاحظون من خلال التقارير في بعض وسائل الإعلام عن حجم المخدرات التي تعثر عليها الأجهزة الأمنية، إذا كانت في المنافذ الحدودية أو في السيطرات أو من خلال عمليات خاصة. وفي بعض المحافظات الأجهزة الأمنية بدأت تواجه تجار المخدرات مواجهة مباشرة، وهناك ضحايا وشهداء من خيرة الضباط في بعض المحافظات من أجل الحد من انتشار المخدرات وملاحقة التجار والمروجين لهذه التجارة أو لهذه الآفة التي إذا ما استفحلت ستكون تأثيراتها على مجتمعنا تأثير كبير. وتعلمون جيدا أن مجتمعنا بعيد كل البعد تاريخيا عن هذه الآفات. ممكن في انتشرت في بعض الدول منذ 10 أو 20 أو 30 عام، لكن بقي العراق بعيدا عن هذه الآفة وعن هذا التأثير. لكن للأسف خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت هذه الآفة، ونحن نعلم جيدا أن العراقيين لا يتقبلون مثل هكذا ثقافة. هذه الثقافة دخيلة على مجتمعنا. كل اللي دا يحصل اليوم من عمليات هي نتيجة جهود تقوم بها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى للحد من هذه الظاهرة الخطرة جدا، ونحن نعلم جيدا وأنتم تعلمون تأثيرها على المواطن، تأثيرها على العائلة العراقية، تأثيرها على أخلاق الشباب، تأثيرها على اقتصاد البلد، تأثيرها الكبير على ثقافة المواطن العراقي. لذلك استشعرنا بخطورة هذا الأمر نحن كمحافظة بعد وزارة الداخلية، وهيأنا وخصصنا هذه البناية الكبيرة لهذه المديرية، مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إيمانا منا بضرورة أن نحافظ أو أن نحمي مجتمعنا في محافظة صلاح الدين من تأثير هذه الآفة ومن نشاطات التجار والمهربين في داخل البلد واستهداف أقضيتنا ونواحينا وشبابنا في هذه المحافظة بهذه الآفة. وتعلمون جيدا وقد يكون هناك من يعلم بتفاصيل أكثر مني في الجامعة أو من علماء الدين أو من علماء الاجتماع أو غيرهم بتأثير هذه الآفة. حقيقة احنا ننتظر جهود كبيرة من قبل ضباط المديرية. احنا من خصصنا هاي البناية ومعالي الوزير أوفد
موفود أو أوفد شخصية مهمة تمثله بافتتاح هذه المديرية. ينتظر من هذه المديرية جهود كبيرة في محافظة صلاح الدين، وإن كان السيد العميد يقول نحن في ذيل القائمة، لكن هذا مو معنى أنه إحنا نقول خلص إحنا بأمان. إحنا يجب أن نعمل، وحتى وإن كان العدد قليل أو النسبة قليلة يجب أن نبقى نكافح هذه الآفة وننهي تواجد التجار والمهربين والمروجين وغيرهم، وأن نحافظ على شبابنا، نحافظ على عوائلنا، نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا وديننا قبل كل شيء من تأثير هذه الآفة الخطيرة، والتي مثل ما ذكرت في بداية حديثي أصبحت يعني أقوى وأهم ملف تجابه الحكومة العراقية بعد ملف الإرهاب. شكرا جزيلا والسلام عليكم.